عيناك مصنوعتان من النجوم اللامعة، وقبعتك مصنوعة من المرح الخالص، لكن أين أنفك؟ وأين فمك؟ أخي، لديك بعض المشاكل الجدية. كابتن كناكلز؟ كابتن كناكلز، تعرف إلى بيبي. الطفل يحتاج إلى بعض أعضاء الجسم. ومن لديه أفضل الأعضاء في العالم كله؟ الرجل الأفضل في العالم كله، هذا هو. ومن أفضل رجل في العالم كله؟ إنه كابتن كناكلز، هذا هو. ولهذا فأنا بحاجة فقط إلى جزء من أنفك والقليل من أذنك، بعض الأصابع، بعض أظافر الأقدام، القماش، وبعض الشعر الذكوري، والقليل من الفم. والآن انظر كما هذا الطفل وسيم. أوبس، هناك شيء ليس فعلا صحيحا فيك، ويعجبني ذلك. انظر إلى أرصفة ستورمولونج الجميلة، أنت تعيش هنا الآن معي أنا. أوه لا، قف هنا الآن، يجب أن لا يمشي يا بيبي إلى الخلف، امشي هكذا. أجل هكذا.